السلام عليكم شيران. فيديو جديد بعد غياب طويل. غنحاول انني نبقى نحط الفيديو هاد ديما. صافي، هذا وعد، واخا عيقت عليكم بعض الهضره. شفت ما عنديش صداع على برزخ واقيلا؟ لا ما كاين حتى باش يدير هادشي في بلاصتو. يا حيت الطرا صاحبي في سميتو ثاني جاي نسد واحد التفه عاد نكملو الفيديو. ما كاين حتى باش يدير هادشي في بلاصتي، ما كاين حتى كنسمعو كيجيني دعسيك، ما كان حتى انا اونلي ميك كلاسيكس، كما كنت نعس كما كان فيا مي قاسي بعد باش ما يعرفوش اش فراسي. عرفت كي سدتي التفه ويسكت العالم. واه الدراري غادي نهضروا على شي مواضيع مهمه، بزاف د الحوايج في الاكسي ما عارفينهمش تاني الدراري منهم. جديد ماشي شي حاجه جديده، بحال دابا مؤخرا بانوا 30000 اكسي، طبانه 30000 اكسي ودوك لي زاكسي اللي طبانه، وبنادم مشى شرا اكسي من الماركت بليس حتى شي لقى عليه في الاحمر. يا حتى لقى طبانه 4444 يوم، يعني 12 ولا هو ما دار والو، يشرى اكسر كاع الطبانه. علاش الطبانه؟ حيت هادوك اللي كانوا مولاه دار به شي حاجه فوالا، بحال شي تليفون مشفور وشريته، فهمتي؟ وكنا رطوهم اليوم، رطوهم اليوم البارح، منهم الزين طوم راه الطبانه هذا ورطو هذا، وسبب طلبان وما انه بنادم كان تيوتيليزي شي لعيبات اللي دابا تلقاو لنا محطوطين شحال هادو بنادم ما تيقراهمش. ما تيقراش تيرم سوفيوز، راه هما اللي كتسمع بنادم تيجي انستالي شي حاجه تبدا يدير اكسبتي اكسبتي نيكست نيكست، وخا تبدا تقرا داك الشيء وسال. نفس البلان في دوفيس، بنادم تيلعب 20 سنه وما عرفش بان الكاما تقدر تبيعها وما الطبانه انت الطبانه اللي شراها. كاين بزاف د الحوايج، شي قوانين اللي خص بنادم يقراهم قبل ما يلعب الجيم. دابا كنا عارفين بان الميلتي كونترا فيها لبان، يعني فاش كتميلتي كطبانه، ولكن كاينين شي بلانات بنادم زعما حاول يلعب هاد كي باش ما يطبانش. بحال مثلا كيشري تروا اكسي، شنو كيدير؟ كي فارمي، كيطلع البي في بي فيهم مثلا الام ام ار، حيت الام ام ار الا طلعتيه تيبقى، واخا تيبقى في داك الرونين ديك لادريس، واخا تبدلها واخا حتى اللي درت شي غادي زعما تبدل لي زاكسي تيبقى الام ام ار. واو لي زاكسي اللي تيهبطو النيفو 1 في البي في ام. بنادم شنو كيدير؟ كيصيفط اكسيات الكونت اخر ديال يونيت، كي فارمي ديك 20 انرجي بي في بي، كيعاود يصيفط ثاني لرولين اخرى تصيفط لي 20، ونهار كامل تيبقى هكا تيحلبوها. راه الكوميك هو ولاو تيتشاركوا اربعه خمسه ديال الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. المهم ديروا واحد الحسابات اخي البرزخ، دابا الطبانه، المهم سعر الطبانه 30000 اكس، 30000 نقسموها على ثلاثة، يعني يا 10000، 10000 كون، يا مقسومة على ثلاثة يا 10000، 10000 كونت. هاد 10000 كونت كتدور على كل كونت كيدور على تقريبا نقولوا ستة الناس ولا نقولوا سبعة، ياك دايرين فيديو خو فاطا؟ دايرين فيديو خو فاطا، ما تفرحش لينا كررنا. المهم هاد 10000 كونت تتقسم على نقولوا ستة الناس ولا، ياك حنا قلنا المينيموم، قلنا حنا المينيموم راه بنادم ابيزاب بزاف، نقولوا حنا بقيمين نقولوا حنا 6 ضربوها في 6 ضربوها في 6، يعني بحال قلتي ولات هنا عندنا 60000 كونت. اوكي كل كونت يضرب نقولوا 100 150 اس ال بي بحال هكاك. سير نقولوا ولا 100، نقولوا حنا 100 سيدي مضروبه في 100 اس ال بي، حيت الا كنتي غتشري بحال هكا غتشري 6 د المليون تقريبا. يلا 6 د المليون في النهار الاس ال بي كانت تجي من 30000 كونت اللي طبانات 30000 اكس، هي ماشي شي حاجه اللي غتاثر ولا غتزيد ولا تنقص في السوق، ولكن راه مزيانه فهمتي، تنقصات واحد الحاجه اللي حيت اصلا في النهار تتفارم 130 مليون ولا تنقصات من هاد 6، راه ماشي شي تاثير اللي زعما غتزيد ولا تنقص، ولكن الا بقاو غاديين هكا مزيان فهمتي، بادرة زوينة. دونك الدراري الميلتي كونت ما تميلتي، واش كنتي حل شي كونت بي سي ولا شي لعبة دير بحال هذاك اللي كان عند البرزخ. انا هو اللي كان عند البرزخ كان كيميلتي. ياه بنادم تتلقى عنده سكولار وباغي يدير سكولار، ياه هذاك تا هو فهمتي، حيت بغى يميلتي له على سكولار وغادي تيقلب على سكولار. الا كنتي باغي تميلتي حاول تكون عارف كيفاش كيطبانه بنادم، كيفاش السيستيم طلبانه باش انت انت تلعب على داك السيستيم ديال الطلبان، تكون انت انت باغي تميلتي ما تميلتيش
اما اللقطة شوف انا ما تنقولش بنادم ميلت، ولكن بنادم راه عارف شنو انت شاري تيم مثلا، ما شاريش تيم، عطيك واحد سكولار و باغي تشد سكولار اخرى، دونك انت ما خسر والو الا بانيتي بنادم، ولكن هذاك اللي عطاه ادار فيك الثقه وبزاف د الحوايج باش يعطيك تولي مضيعو فرصه، يا غتضيعو فرصك ولا طبنا عليه هذاك، غير طبنا عليه كاع داكشي اللي في الرونين، يعني غتخور وتخوره كبيره. دونك بيتي تميلتي سير اخويا شري تيم ديالك وعاود شري التيم الثانيه وميلتي، فهمتي؟ تيرا الطبانه طلع تتحمل انت المسؤوليه دراسك. والا كاينين الدراري عندهم لي كونت بزاف كيشريو كل واحد كارت جي ديالو ولا هذا مزيرينهم، المهم حاجه ديالهم مزيره هذا براس. المهم هادشي اللي كاين الدراري حاولوا تقراو، نحط لكم اللين تاع القوانين في الديسكريبشن وقراو هادشي راه مهم. اللي ما عندوش مع لونجلي غيدير كوبي كول ويمشي لجوجل ترانسليشن ويترجم بالشلحه كاع اذا كان شي فيلم. جوجل كترجم بوحدها غير اكتيف هذاك الايوا ديال ترانسليشن اوتوماتيك. وندوزو للاس ال بي، بنادم اللي تيبكي بطل 08 00 سير اخو البرزخ هادشي دوي نتايا اخويا، حيت انا ما بغيتش نخسر الهضره. بلاتي انا حتى انا ما غنخسرش الهضره اخويا، انا بغيت ندوي مع شي وحدين تيفرعوا علينا راسنا تيقول لك انا دخلت حتى باش بانوا شي انواع اخرين جداد، شنو تيقول لك؟ وانت جات معاك الا قلتي ان حنا كنا شحال هادي كنبيعو حيت نتوما شريتو بثمن طايح، حنا شرينا بثمن طالغ بغينا نردو فلوسنا، وبغيتي ترد فلوسك شنو زعما؟ الا طاح الثمن راه ما غتردش فلوسك، هادي شنو هي؟ انك تدخل تانفيستي في شي مشروع وانت عارف باللي ما كاينش الريسك، زيرو ريسك 100% غادي ترد فلوسك. الريسك الوحيد اللي تيكون هو ان الفرق ما بين غترد فلوسك في شهر الا كان الثمن طالع، ولا الا كان الثمن هابط ترد فلوسك في 3 شهور. المهم انت رد فلوسك، رد فلوسك غير هادي بوحدها، غير هاد الكاليتي كون كانت هاد البلان هذاك بزاف ديال لي زانفيستيزور انفيستي، غير هاد القضيه بوحدها لانك ما كاينش الريسك، زيرو ريسك. بنادم تيقول لك لا هكا لا خص دابا دابا حاليا ما نهضروش على الناس اللي جاو في الهايب نتاع 030 020 25، هادوك جاو في واحد الهايب اللي بوسيبل يرجع ليه لجيم، ولكن شي حاجه باقي بعيده المدى. وهذيك الهايب حيت شوف حيت انا بنادم مشى بعيد ولا تيقول دخل الاس ال بي في البيتكوين، فهمتي؟ بنادم مشى بعيد. دابا الجيم نورمالمون غادي على جوج الحوايج، غادي على داكشي اللي كيتفارما في النار وداكشي اللي كيتبرن اللي كيتحرق. هنا ما كيتحرقش في شي حاجه اخرى من غير البريد، فهمتي؟ دونك فاش كتشوف انت كتفارما 130 مليون 140 وكتبرنا 20 مليون 30، راه غادي يبقى هادشي غادي ثابت حيت العرض والطلب هنا ما كاينش كاع اللي الناس ديال التريدينغ اللي غادي يجيو يشريو الاس ال بي مثلا ما عندوش علم على الاكسي، غادي يشوف البلان ديال الاس ال بي كيفاش كيمشي، ملي غيلقى هاد السيستيم هذا ما غاديش يشري كاع الاس ال بي، فهمتي؟ علاش غيشري هو عارفو غيهبط؟ غيشري اذا كان عندو شي علم على انه غيطلع مثلا البلان تاع غيولي الاس ال بي غيتزاد في البريد، غيولي تستعمل في حوايج اخرين في دي جيم في بلانات اخرين، مثلا تقدر تولي تشري بيع دي زاكسي شي لعيبات دي كارت، فهمتي؟ بحال هكا بوسي باغي يطلع، ولكن حاليا يقدر ما يطلعش، يقدر يبقى هكا، يقدر يهبط. حاليا لي زاكسي راه رخاص، تقدر تشري تيم ب 7000 درهم، و 7000 درهم بهاد البريت دابا تقدر ترطها في شهر شهر ونص حتى شهرين، يعني راك راه ترطها كي قال لك. ديطايا خويا سعد بغيت نقول للدراري هو ان لا ماجوريتي دخلوا في لقيت هاد الهايب، وملي دخلوا في لقيت هاد الهايب صحاب ليهم باللي هذاك الثمن اللي كان صحاب ليهم اخواش اللي نطيعك بروكسي دابا جا بروكسي ما وجيت هادي هادي خلوني صحاب ليهم الثمن اللي كان هذا واه باش يعرف بلي راه حنا في فيديو اي فيديو فيديو اخي بروكسي بس باش يعرف الثمن اللي كان اخي برسخ ماله الثمن اللي كان فاش تدخل بنادم الجيم بنادم صحاب له بلي هذاك هو الافريج فهمتي صحاب له بلي 0.22 0.25 وكانت 0.30 ملي بطات 0.20 شنو تيقول بنادم واه بطا الثمن طاح الجيم الجيم غتفوندي بنادم بدا تيبيع لي زاكسي ديالو كتلقى هو اصلا يلاه داخل بنادم بدا تيبيع لي زاكسي ديالو وتيسحب له بلي هذاك راه صافي طاحت الورك هو ما عارفش بلي راه الافريج ديال اس ال بي اصلا هو 0.08 0.09 حتى 0.1 راه هذا اللي دابا الثمن حاليا ماشي الاكسي طاح طايح طايح الاس ال بي ولا شي حاجه راه غير هذا هو الافريج دابا رجع للثمن الحقيقي ديالو الا زاد هبط اكثر
راه الجيم اوتوماتيكمون صحاب الجيم راه غادي يديروا لي شونجمون اللي هما اصلا راه خدامين تيديروهم. بحال دابا قالك غادي يزيدوا الا دخلت المود افونتور واحد الورقه تما راه كتزاغل كيقول لك انديسكوفرد غادي يزيدوا دونجويات جداد راه كيخدموا عليهم بنيو بنيو سيستيمز غادي يزيدوا نيو ويز باش يحرقوا الاس ال بي يعني تزيدوا بزاف ديال الحوايج كيفكروا انهم انتيغريو شي سيستيم ديال لي سكين وكذا وتقدر تشريه اما بالاس ال بي ولا شي حاجه بحال هكا. سو الجيم عمره غادي تموت من الاخر يا الجيم صعيب تموت. حاليا دابا الدراري اللي انا متفق مع بنادم اخي البرس دابا بنادم شاري تيم مثلا ب 1800 دولار وفاش شرا تيم كان الاس ال بي ب 0.25 دونك تي الا جاو بكا ولا شي لعبه من حقه. ولكن قبل ما كان عليه يشري التيم كان عليه يفكر بان هذا الشراء كان غيوقع ولا يفكر كاع بكثر من هذا الشيء. واخا هكاك دابا هو شنو اللي تيخلي الناس انهم يتشكاو؟ هذا كريبتو وهذا الشيء كريبتو راه كيطلع واعر. لا شنو تيخلي الناس انهم يتشكاو هو ان النهار الاول شنو قال انسان تيقول بانه خاص انا شري التيم صافي غادي ندخل فلوسي في الشهر الاول ومن بعد غادي نولي ديريكت نبدا كان ربح فهمتي بلا ما تيشوف الشهر الاول باقي الثمن طايح الشهر الثاني الثمن طايح بلا ما تيفهم والو. دونك تيقول لك لا انا داك السيستم اللي بنيت في دماغي ماشي هو اللي كاين يعني تيبدا تيبانيكي الور كراش ما وقع والو اللي تيوقع هو ان المده كطوال وصافي طوال. شي دابا غيجي بنادم غيسولك واش مازال وورد انك تشري شي مود فارمي غتبقى ديما وورد شي بما ان الاس ال بي طايح عرف بان لي زاكسي طايحين والربح اللي غتربح ما حد بما انه طالع ولا هابط راه هو لنفترض مثلا شريتي تيم والاس ال بي داير 0.05 غتشري تيم بواحد الثمن رخيص اللي غتفارمي شهر ونص ماكسيموم حتى شهرين وغترد فلوس التيم ديالك وغيولي عندك كلشي ربح. شريتي التيم ب 5 د المليون غيكون الاس ال بي طالع بواحد الثمن اللي غتردها ثاني في شهر شهر ونص حتى شهرين يعني انت تجي ما غتبقى لاعب على واحد بما انك شريتي مثلا تيم باش ما شريتيها غادي ترطها في واحد الوقت اللي سوا شهرين شوف ترطها حتى في 3 شهور من بعد راه غيولي عندك كلشي ربح. تفارمي ما تسوقش الاس ال بي شرا بهذا الثمن لنفترض كتفارمي 150 كاع نقولوا كاع عندك ام ام ار خاري وتتفارمي 150 ضربوها في 0.09 الثمن تتعب عندك 13.5 دولار في النار. واش غادي تجيبها في شي حاجه اخرى شي جيم مثلا انت انفيستي 7000 درهم 8000 درهم وتدخل غير الجيم ونقولوا حنايا نقولوا انفيستي حتى نقولوا حتى 10000 درهم 12000 درهم وتدخل هذا الشيء هذا راه ورطه صاحبي. ما النهار درنا الفيديو كنا ندخلوا 5 دولار الا رجعتوا للفيديو القديم ديال العام هذا غتلقاو لنا كنا ندخلوا 5 دولار وصلت واحد الوقت دولار 200 200 وصلت واحد الوقت ولينا ندخلوا 2 دولار يا جوج دولار ابغى ليه دابا 13 اس ال بي كنا ندخلوا حنا في 200 جيت بونس من احسن تهولدي ولا تبيع بونس الاحسن ما تبقاش لعب الجو نتاعك. شوف هذا سؤال مهم اخي بروكسيما شي دابا بنادم الا كان مدخل رزقو فهمتي مدخل فلوسو عاد نقول انا ما تهولديش اضرب 15 اللي ممكن يبيع. اجي نصيحه ديالي انا قسما بالله شوف فارميتيك اللي يبيع ما كانش عندك الكبده وما محتاجش دوك الفلوس وما عندك ما مسوقش اول جحيت غيطلع انا تنقول لك غيطلع هو اللي ماشي هو كان وعد بنادم ولا ولكن شوف درت الميساج انا نقدر نقول لك نقدر نتفق معك في حاجه وحده الا غادي تبيع الا غادي تبيع اتبيعو وتخليه ايثيريوم يس نتفق معك يا ويني باش تبيعو وتبيعو ديريكت ماد ما انا بيرسونيلمون انا جو سوي كونتر دابا حاليا ابار شي واحد بحال اللي ريلي محتاج الله يحسن العوان كتلقى محتاج عنده دي ريسبونسابيلتي وهذا غيخرج القياس ديال اللي محتاج انه يخسر والشي الاخر غي هولد حيت الثمن غيطلع كتبقى انا افترض اخر البرص كاع بلا نضرب دابا 3015 اليوم اللي هي 150 في النهار ياك نضربوها حنا فهاد 0.09 عطاك واحد 2500 درهم سميكاس ابرادر ايوا شنو يعني 5000 درهم في الشهر
لا يا 5000 درهم يعني 5000 درهم في الشهر وانت داخل ب 7000 درهم بحال هذاك اللي تيضل النهار كله قدام البنك ماكس انا وما كنتش داش هذه 5000 درهم تخيل في 15 في الشهر دونك دابا ورطه برادر تبيع الا ما الا محتاج فلوس وما ولا ما باغيش تطع راسك بالاس ال بي فارمي وبيع انا تنقول ما باغي تهول جي وتسنى تشي يطلع مثلا 0.15 ما عندكش مشكل مسك عليك الله ضربه في 0.015 زي ما كاع نقول انت تسنى تجي 20 غادي تبيعها عندك 600 دولار اللي هي 1200 في الشهر يعني عندك واحد المليون في الشهر الا طلع 0.20 اللي هي باش كان مؤخرا فاش دخلوا بنادم في العايب وداكشي دونك باغي تصبر صبر باغي تبيع دابا بيع وانا النصيحه ديالي هي تبيع واخا ما متاخش معايا البرزخ ولكن شوف الا بعتي على الاقل ما غتبقاش تبكي فهمتي تندوي مع دوك اللي شي يبكيو حيت انا عطيكم اي مثال دابا شاد جينا هذه ياك ايهاب مولجي لا ايهاب مولجي انت الا طلعتي فهاد شاد جينا غالا غتلقى الدراري كيفاش البلان ديال اس ال بي واش كاين شي امل غيطلع يعني دابا هو هاد 0.9 جاتو طايح واش فهمتي اش غتقول الا بقيتي طالع غتبقى تقرا اس ال بي طاح اس ال بي فهمتي هادشي اللي ولاو تيهضروا عليه الدراري كاع في ديسكور وهادشي ما بلانش انت داخل لواحد الجيم كريبتو اللي عارف بان هادشي تيطلع ويه بط كون حربي فهمتي طاح ما تسوقش ربحها ولا ذبحها ومن الاحسن ما يجيش بنادم حيت دابا نورمال مو خي فاتال وراه ني نفترض خسرت 10000 درهم في كريبتو راه لا شيء وراه لا شيء والو بنادم راه كيدخلو ولا شيء اصاحبي راه لا شيء راه الناس تيدخلوها في نهار هنا في الاكسي مازال حاليا تيدخلوها في نهار اللي عارفين كيفاش يديروا لي سكولار وعارفين كيفاش كيفاش يمشيو مع السوق فهمتي تيدخلوا في الوسط اصاحبي بلا ما نهضروا على دوك اللي تيبوط بحال البرس خدا لقى لهم لي بوط في الماركت بليس سيرو ديك لا راه معاك يطيح شي اكسي كيشدوني اش صرف اي حتى الدرام كتدخلوا شي اكسي كتكليكي وكيقول لكم لا راه ما بقاش وراه البرس عندنا اه البرس خوتي سدان اه بس خوت الوالدين نختموا به الفيديو ولا خصكم شي واحد 1000 ام ام ار راه هو بروكسيم اه وصلت 1400 ريح لا لا بروكسيم لا تحرمني دابا بقاش تنمر عليه صافي طيب وليش هاي ايلو دابا نقلبوا على طيب شتيبا بيولي هو الكوتش الدراري اللي بغا يتكوتشا شتيبا ديسكورد ديالو فيه شتيبا الفيسبوك ديالو شتيبا راه معروف اي بيت الجروب ديالو محب مجموعات محبي شتيبا راه كاين واش شتيبا شو هي من شو شوف هي من الفيسبوك سميتو مجموعات عند المحبين راه شيطين داك الجروب التصويره اللي داير المهم ها هو الاي جي ديالو الدراري الشتيبا اللي بغيت كوتشا 50 دولار يطلعك يطلعك عنده 1000 ام ام ار فهمتي يطلعك 1100 عيط نضحكوا هادشي كامل في اطار الضحك والدراري نيكست فيديو غادي نهضروا لكم على لي كومبوت البي في بي ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله بيس تحياتي